السلام عليكم، اهلا بالجميع. معاكم عمرو موسى من قناة غاوي قهوة. النهاردة وبعد حوالي تقريبا 10 ايام او ما يقارب 10 ايام من تجربة الماكينة وشغلي عليها، حبيت انقل لكم التجربة كاملة بحيث اللي عايز يشتري الماكينة ومحتار يقدر ياخد قراره فيها، وكمان اللي عنده الماكينة واشتراها خلاص يقدر يعرف ازاي ياخد افضل نتيجة ممكنة من الماكينة. تابعوا معايا الفيديو. الماكينة بتديك تنبيه كل ما بيجي ميعاد الديسكيل بحسب نوعية المية اللي بتستخدمها، اما سوفت او ميديوم او هارد. لو سوفت او لو الماكينة بتديك تنبيه كل 20 لتر تقريبا، لو ميديوم الماكينة بتديك تنبيه كل 12 لتر، لو هاي الماكينة بتديك تنبيه كل 6 لترات من المية اللي انت استخدمتها وحضرت بيها قهوتك في الماكينة. وبشكل عام عشان اسهل عليك، لو انت بتستخدم مياه مفلترة بفلتر 7 مراحل او مياه معبأة من شركات مضمونة ومعروفة، فانت بتخلي الماكينة على لو او سوفت. لو بتستخدم مياه من فلتر مثلا 3 او 5 مراحل فانت هتخليها على ميديوم. لو بتستخدم غير كده مياه مثلا من الحنفية أو مياه البلدية، وأنا لا أنصح بيها تماما لأنها بتأثر على جودة القهوة، طعم وريحة القهوة، وكمان بتأثر على الأجزاء الداخلية للماكينة، بتأثر من عمرها الافتراضي، فأنت في الوقت ده هتستخدم هاي. الماكينة أول لما بتيجي من مصنعها بتكون مظبوطة على الدرجة هاي، وعشان نغير الدرجة دي أثناء ما الماكينة مطفية مش شغالة، زرار الباور على أوف مش أون، بس واصلة بالكهرباء، هنضغط على الثلاث ازرار الباور والسنجل شوت والدبل شوت سوا لمدة 5 ثواني. بعدها هتدخل الماكينة في وضعية ضبط نوعية المياه. الزرار سنجل شوت هيكون لو او سوفت، الزرار دبل شوت هيكون ميديوم، زرار التبخير هيكون هاي. هتختار الوضعية المناسبة لك وهتضغط الزرار بتاعها قبل 5 ثواني، لان بعد 5 ثواني الماكينة بتخرج من وضعية الاعداد. تعالوا يلا نجربها سوا عملي ونشوف. انا هخليها على سوفت او لو. تعالوا يلا هنضغط على اول 3 ازرار زي ما اتفقنا، الباور والسنجل والدبل سوا مع بعض لمدة 5 ثواني. لاحظوا هنا زرار السنجل شوت هو اللي بينور كده، معناه خلاص ان الماكينة حافظت الاعداد على لو. طبعا لو انت شلت الفيشة من الكهرباء عادي، هي هتفضل محتفظة بالاعداد بتاعها في حالة بس انك انت تعمل استعادة ضبط المصنع، في الحالة دي هتحتاج انك انت تبرمجها من جديد. الماكينة بتيجي مبرمجة مسبقا لكمية المياه اللي بتنزلها من استخلاص القهوة السنجل شوت والدبل شوت او الكوب والكوبين. لو انت ضغطت على زرار الكوب الواحد او السنجل شوت ورفعت ايدك بتنزل كمية 40 ملي وبعد كده بتوقف تلقائي، ولو ضغطت على زرار الدبل شوت او الكوبين بتنزل 125 ملي وبعد كده بتقف تلقائي. عشان نظبط الكمية ديت هنضغط على زرار ضغطة مطولة ومش هنرفع صابعنا. بعد 5 ثواني الماكينة هتبدأ تنزل المية، هاخد الكمية اللي انا عايزها ايا كان وهرفع ايدي عن الزرار. انا كده برمجت الزرار ده على الكمية اللي انا طلبتها، وفي كل مرة بعد كده هضغط على الزرار مرة واحدة واشيل ايدي هينزل لي الكمية دي ويوقف تلقائي. تعالوا يلا بينا نجرب سوا نشوف استخلاص القهوة ونشوف الناس اللي هتشتري الماكينة هتستخلص قهوتها ازاي. انا هستخدم الباسكت بتاع الدبل شوت، لاحظوا بيبقى مرسوم عليه كوبايتين. هنجرب الاستخلاص بتاع قهوتنا. بالرغم اني بحب احضر قهوتي بالبن المطحون الفريش واللي اطحنه بنفسي ودايما بنصح الناس بكده، لكن احنا لازم نجرب الماكينه في كل الاوضاع، عشان ممكن يكون في ناس عايزه تشتري الماكينه ومش حابه انها تشتري مطحنه في الوقت الحالي، او عايز يشتري الماكينه بدون مطحنه ويستخدم عبوات جاهزه من السوق، فلازم برضو احنا نجرب كل الخيارات. هناخد معلقتين بن اللي هي بتعادل 14 جرام. هنسوي البن في الباسكت ونوزعه وهنضغط عليه بكبسة متوسطة. طبعا الباسكت المضغوط مش بيحتاج لتدخل كتير مننا، لكن احنا بس بنساوي البن ونوزعه، بنكبسه بحيث ان هو يكون متساوي داخل الباسكت ويكون الاستخلاص بتاعنا مظبوط. اي بن على الاطراف هنا على حواف الباسكت لازم نمسحه كويس عشان نحافظ على الماكينة بتاعتنا. وده شكل البن داخل الباسكت. هنشغل الماكينة، هننزل شوية مية من الماكينة وبالمرة نسخن الكوباية. هنستخلص دبل شوت اللي هو 2 أوز. أنا شخصيا بفضل إن أنا أستخلص ما بين 45 إلى 50 ملي، بيكون الاستخلاص حلو متوازن والتركيز بتاعه بيكون جميل، ده مع كل الماكينات. طبعا احنا مش مبرمجين الماكينة بتاعتنا، فأنا هضغط وهاخد الحوالي 45 او 50 ملي وبعد كده هوقف تاني. يلا بسم الله.
كده وصلنا لاستخلاصنا مظبوط. ده شكل الاستخلاص، اخدنا بالظبط 45 جرام. ده شكل الاستخلاص اللي اخدناه. طبعا زي ما انتم شايفين كده الكريمة فومي جدا للأسف، ده طبعا عشان احنا استعملنا البن بتاع العبوات الجاهزة. ده شكل الاستخلاص اللي اخدناه. درجة حرارة القهوة عالية. تعالوا بسم الله ندوق ونشوف. يعني معقول، بس هو طبعا مش احسن حاجة. يلا نجرب استخلاصنا بالبن المطحون. هنطحن البن بنفسنا ونجرب زي ما متعودين. هنعم الدرجة، طبعا هناخد درجة انعم. يلا نبدأ بسم الله. طحنا البن، نعمنا الدرجة طبعا عن الدرجة اللي بنستخدمها في العبوات الجاهزة، وهناخد 14 جرام برضو وهنجرب استخلاصنا. ده شكل الطحنة، مش عارف اذا كانت واضحة عندكم ولا لا. هنسوي برضو البن في الباسكت، هنكبسه برضو كبسة متوسطة. هناخد برضو نفس كمية الاستخلاص. يلا بينا بسم الله نبدأ. يعني اخدنا حوالي 43 جرام تقريبا. ده شكل الاستخلاص بتاعنا. تعالوا برضو نشوف الطعم. الطعم فرق يا جماعه للافضل طبعا. الاستخلاص بتاعنا دلوقتي افضل بكتير من الاستخلاص بالعبوات الجاهزه. الحمضيه بدات تتظبط شويه، بدات تكون معتدله، القوام بدا يظهر معايا. يعني الاستخلاص الاول كان خفيف جدا، مفيش اي قوام للقهوه، يعني بدات ملامح القهوه تظهر زي ما بيقولوا. ولو ان برضو الكريمه، يعني سطح الكريمه زي ما انتم شايفين يعني فومي، لكن الطعم اختلف، الطعم اختلف. ولو انتوا كمان يعني الطعم اختلف فعلا. وادي شكل القهوة دي وشكل القهوة دي. طبعا كل ما كانت المطحنة احترافية اكتر ودقتها افضل وهتديك درجات مناسبة، الموضوع هيفرق معاك اكتر بكتير. تعالوا بقى يلا نجرب نشوف تبخير الحليب، ونشوف هنعمل كابتشينو او لاتيه، نشوف برضو تبخير الحليب شكله ايه في الماكينة. يلا. بعد ما جربنا سوا الاسبريسو في الماكينة وعرفنا اداء الماكينة وشفنا قهوتنا، تعالوا سوا هنشوف برضو تبخير الحليب ونشوف اداء تبخير الحليب في الماكينة. عصاية التبخير في الماكينة بتكون عبارة عن جزء خارجي ستيل زي ما انتم شايفين، وفي كمان جزء داخلي برضو من الستيل. الجزء الداخلي بيسهل علينا، انا شخصيا بحب اشتغل بيه لانه بتخليني اتحكم بسهوله في تبخير الحليب انه يطلع كريمي. الناس بقى اللي حابين ان هم يعملوا لاتيه ارت هيقدروا بسهوله يعملوا لاتيه ارت. انا شخصيا بحب طعم التبخير الكريمي اكتر من الفومي. العصايه دي وظيفتها انها بتسهل عليك انك تاخد تبخير فومي، طبقه فوم عاليه، للناس اللي بيحبوا الكابتشينو وبيحبوا اللاتيه ماكياتو. بس على فكرة برضو بالعصاية الداخلية نقدر نعمل تبخير كريمي سواء للاتيه ارت ونرسم بيه، او نعمل برضو تبخير كريمي وطبقة الكريمة او الفوم فيه تكون عالية للكابتشينو وللاتيه ماكياتو كمان. تعالوا نجرب سوا يلا نعمل لاتيه ماكياتو، مش لازم ان احنا نعمل لاتيه ارت وكده. الناس اللي بيحبوا اللاتيه ماكياتو هنعمل تبخير بطبقة كريمة عالية، نشوف اداء الماكينة ونعمل لاتيه ماكياتو بالمرة. يلا بينا نبدأ. اول حاجة هنضغط على زرار التبخير علشان ندخل الماكينة في وضعية التبخير او نفعل وضعية التبخير.
زرار الباور هيبدأ ينور معانا فلاش كده، هنستنى لما يثبت كده، معناها ان الماكينة جاهزة للتبخير. هنخرج شوية المية اللي ممكن يكونوا موجودين في عصاية التبخير الأول. يلا بسم الله نبدأ مع بعض. طبعا دلوقتي انا بحاول اخد اكبر طبقة فوم او كريمة ممكنة عشان نقدر نعمل بيها طبقات في اللاتيه ماكياتو، بعكس اللاتيه بتكون طبقة الفوم او الكريمة اقل. خلاص احنا خلصنا، زي ما انتم شايفين التبخير ما شاء الله التبخير كريمي جدا وسوفت، مفيش بابلز ولا اي حاجة، التبخير سوفت وجميل. الماكينة هتكون جميلة معاك لو بتحب تعمل لاتيه ارت، بتحب تعمل لاتيه كابتشينو، لاتيه ماكياتو، كل حاجة هتظبط معاك ان شاء الله في تبخير الحليب. طيب تعالوا يلا بسرعة نعمل نحضر القهوة بتاعتنا. طبعا دلوقتي عشان اخرج من نظام التبخير لازم اضغط على الزرار مرة تانية، زي ما انتم شايفين هنا هيجي فلاش في السنجل والدبل، معناه ان درجة حرارة الماكينة اعلى من تحضير القهوة، لازم ابردها الاول. هنحط اي وعاء هنا وهنفتح مفتاح التبخير. كده خلاص الماكينة جاهزة ان شاء الله. يلا نعمل الاسبريسو. هناخد البن بتاعنا بسرعة. ده شكل الحليب بتاعنا يا جماعة اللي عملنا له تبخير، شايفين الكريمة ما شاء الله. بس من المشاكل اللي ضايقتني شوية في الماكينة واللي ممكن تضايقك ان المساحة هنا بتكون ثابتة مش بتقدر تغيرها، يعني في اغلب الماكينات التانية انك انت لما بتكون الكوباية بتاعتك كبيرة فانت بتشيل الدريب تراي كامل وبيكون المكان هنا مجهز انك تقدر تحط كوبايتك، بس للأسف هنا المكان مش بيسمح انك تحط فيه كوباية، فاحنا هنستخدم كوباية اصغر. هناخد فيها الاسبريسو بتاعنا وبعد كده نضيفه للحليب. كده اخدنا الكمية بتاعتنا اللي هي دبل شوت، طبعا احنا شفنا القهوة بتاعتها قبل كده. تعال يلا نضيف الحليب. بسم الله. طبعا عشان تاخد طبقات في اللاتيه ماكياتو لازم تضيف القهوة بتاعتك بالراحة، يفضل ان هي اما ان تكون نازلة من الماكينة مباشرة او انك تستعمل اي كوباية يكون لها بوز كده عشان تقدر تصب الاسبريسو بالراحة ويكون لك الطبقات. زي ما انتم شايفين ادي اللاتيه ماكياتو بتاعنا الطبقات. وبكده احنا جربنا مع بعض، عرفنا اداء التبخير وعرفنا اداء الاسبريسو وعرفنا تشغيل الماكينه، عرفنا كل المميزات اللي فيها. بالنسبه للاسبريسو في الماكينه انا بفضل طبعا ان يكون معاك مطحنه ممتازه تديك درجات كويسه عشان تقدر تاخد اسبريسو بجوده افضل في الماكينه. طبعا نخلي بالنا ان احنا ما ننعمش الدرجة قوي، يعني احنا هننعم حاجات بسيطة عن الدرجة المعتادة،
لانك انت لما بتنعم زياده اولا هتاخد قهوه مره جدا، ثانيا انك انت القهوه لما تكون ناعمه هتسد مسام البورتافلتر وهتسد مسام الشاور سكرين. وطبعا يعني كل ما كانت الدرجه انعم كل ما هتاثر على الماكينه وهتاثر على المضخه، والماكينه نفسها هتقف يعني هتكتب معاك ومش هتشتغل. فيعني ناخد بالنا ان احنا لما ننعم درجه البن ننعمها بحذر. الاهم عندي من تنعيم درجه البن هو دقه الطحن، التناسق في الطحن، جوده الطحنه، هي دي اللي هتديك السبريسو ممتاز ان شاء الله. طبعا جسم الماكينه بيكون من الستيل بعكس ما احنا قلنا وتوقعنا في الفيديو اللي فات، انا كنت متوقع ان هو بلاستيك لكن هو ستيل. الالوان في الماكينه ما شاء الله جميله. انا لو عندي ملاحظات في الماكينه هتكون المسافه ما بين البورتافلتر والدريب تراي ثابته، ما اقدرش اتحكم فيها، ما اقدرش ازودها لو الكوبايه بتاعتي كبيره. الغطاء بتاع التانك منفصل عن التانك زي ما انتم شايفين. الاسبريسو في الماكينه بيحتاج مطحنه كويسه بجوده عاليه عشان تعطيك قهوه بجوده عاليه برضه. مع الاستخدام ومع الوقت ومع التشغيل ان شاء الله احنا هنوصل لافضل درجات فيها ان شاء الله. في الفتره اللي جايه هنشتغل على الماكينه كتير، هنعمل لها فيديوهات كتير، هنجرب الاستخلاص باكتر من مطحنه، هجرب لكم كل المطاحن اللي موجوده عندي بحيث اللي عايز يشتري مطحنه يعرف ايه ارخص مطحنه ممكن يشتريها. وعلى فكره كمان يمكن ده السبب ان الوكيل كان حريص ان ينزل مطحنه مع الماكينه، اللي هي المطحنه اللي انتوا شفتوها سعرها تقريبا 3800 جنيه، المطحنه تشبه الماكينه كتير قوي، يمكن تكون هي الدويتو بتاع الماكينه. ده كان فيديو تجربتي للماكينه، يا رب يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه وتكونوا قدرتوا تكونوا صوره كامله عن الماكينه. وان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه هتقدروا تكونوا صور اكتر مع استخدامنا اكتر للماكينه برضو، هنظهر فيها كل حاجه، هنعرف ازاي نستخدم فيها كل حاجه. بشكركم جدا للمشاهده، في امان الله.